كان محمد شايف الموضوع ده ازاي اللي اثار ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت؟ لا هو طبعا يعني بعيد عن السوشيال ميديا، احنا النادي الاهلي ما بيلعبش لحساب حد. يعني النادي الاهلي دايما هدفه الفوز، هدفه الحصد 3 نقاط. المباراه جايه طبعا في ظروف يعني استثنائيه، عنده مباراه الوداد، وانا شايف ان هي تجربه قويه. يعني تجربه النادي الاهلي، موسيماني، كل الجهاز الفني محتاج ان هو يطمن على الفريق، خصوصا ان انت بتلعب فريق قوي، فريق ثالث الدوري العام، فريق عنده حلول هجوميه كويسه جدا، هتقدر تختبر او يعني مباراه شبيهه شويه بالمباراه اللي انت هتلعبها في الوداد. بتتكلم على اقوى خط هجوم بعد النادي الاهلي اللي هو بيراميدز، فده انا شايف اختبار النهارده كويس جدا. كنت اتمنى ان النادي الاهلي ما يبقاش عنده غيابات، عنده ايمن اشرف النهارده في الغيابات، فكنت نفسي ان هو يشتغل في حته خط الظهر بالفول تيم بتاعه، على اساس انت بتلعب بيراميدز عنده حلول هجوميه مميزه جدا، جايب 52 هدف في الدوري، وبالتالي هتشتغل، هيبقى شغل كويس، تدريبه كويسه لمدافعين النادي الاهلي. انما في النهايه النادي الاهلي بيبحث عن ال3 نقاط، بيبحث عن الفوز، عنده اعتبارات معنويه مهمه جدا انه يروح الوداد وهو يكون كسبان في اخر مباراه ليه، دي معنويا هتدي ثقه. فايضا عنده النهارده النادي الاهلي عنده 85 نقطه، عايز يكسر الرقم ويعدي ال90، فطبعا مهمه جدا، فاضل له مباراتين، وده هيبقى رقم طبعا يعني من الارقام القياسيه انه ينهي دوري برصيد اكتر من 90 نقطه. كل دي حاجات مهمه جدا، غير بقى دوافع اللعيبه ذات نفسها انها عايزه تثبت نفسها. وقلنا في الاستوديوهين قبل كده، مباراه المقاولين والمباراه اللي فاتت، ان كل لاعب عايز يحوز شرف تمثيل النادي الاهلي في مباراه الوداد. صحيح. وهنا مع تغيير جهاز فني جديد، فطبعا كل واحد عايز يقدم احسن حاجه عنده، كل واحد عايز يعبر عن نفسه لموسيماني. طبعا هو عارف لعيبه كتير، لكن في نفس الوقت اللعيبه عندها الدوافع دي، فالمباراه من هنا هتيجي مباراه قويه.